أخبار اليوم. استمرارا للضربات الأمنية الناجحة ضد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي التي نفذت عمليات تخريبية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهدفت رجال الشرطة والجيش، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من كشف وضبط عدد من مرتكبي هذه الوقائع التخريبية بنطاق محافظات القليوبية، بورسعيد، الفيوم، دمياط، وذلك على النحو التالي: محافظة الفيوم، تم ضبط 3 من أعضاء لجان العمليات النوعية بالمحافظة متورطين في واقعة زرع بوة ناسفة بشاليه ملك كريمة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وإطلاق أعيرة نارية على محولات كهرباء ومنشآت شرطية وأقوال أمنية، وحرق سيارات خاصة بمعارضي الإخوان. أنا اسمي عبد الله فتحي عبد الله محمد يوسف صديق هارون. انضميت لجماعة الإخوان المسلمين في فترة إعدادية، سني 23 سنة حاليا، حصل على دبلوم صنايع 2009. انضميت للجماعة وكان شغلي الجماعة الصلاة والصوم وبر الوالدين وحفظ القرآن والكلام الطيب ده اللي هو أي حد يسمعه مش هيقول لا عليه. بدأ حد من الإخوان